بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا في العزة على الجبل. أخذنا المرة اللي فاتت عبارة إذا فسد الملح، نأخذ أيضا قول الكتاب لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لكل من في البيت، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. السيد المسيح بيقول لنا أنتوا نور ولازم أن هذا النور يضيء قدام الناس وتكون النتيجة هي مجد الله. يعني ربنا من الناحية المادية أوجد أنوارا تضيء على الأرض ماديا، الشمس والقمر والكواكب والنجوم، وأوجد أنوارا تضيء على الأرض روحيا وهي أنتم، أنتم نور العالم روحيا، ولازم النور بتاعكم يصل إلى جميع الناس. وقال النور بتاعكم ده لا يمكن أن يخفى، مهما أخفيتموه أنتم ومهما حاول الناس إخفاءه لا يمكن أن يخفى، لا يمكن أن يخفى، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل. طبعا الذين وصلوا إلى درجة من الرفعة ورفعتهم النعمة إلى فوق لدرجة أنها أوصلتهم إلى القمة وبقوا فوق جبل لا يمكن أنهم يخفوا، مستحيل. طب إيه حكاية مدينة وإيه حكاية مصباح؟ لا تخفى مدينة ولا يخفى مصباح. المدينة للمجموعة كلها، للكنيسة كلها، للمجتمع المؤمن كله، والمصباح كناية عن الفرد الواحد، بدليل انهم شبهوا المؤمن بمصباح. والسيد المسيح قال عن يوحنا المعمدان انه كان السراج المنير الموقد، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. فيوحنا المعمدان كان سراج، كان بينير للناس، فممكن عبارة سراج تعبر عن الفرد، بس الفرد. ممكن كلمة سراج تعبر عن الوصية، وصايا الله نور بينير للناس، واحنا بنقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، فكلمة ربنا نور للناس. ولذلك لما بنقرأ الإنجيل في الكنيسة بنوقد شموع نور جنبه، لأن كلام ربنا ده نور، فلازم يبان إنه نور، يبقى نعدل الكلام بتاعنا شوية، نقول النور يرمز للوصية أو حامل الوصية، النور يرمز إلى كلام الله وإلى كل من ينقل كلام الله، كما إن النور يرمز إلى البر والقداسة وكل من يحمل حياة البر والقداسة، أدي النور. يعني لما نقول يا رب أنت قلت أنتم نور للعالم وأنتم ملح للأرض، كنت تقصد مين نور العالم ومين ملح الأرض؟ مش بس ناس بوظائفهم إنهم معلمين أو وعاظ أو كهنة أو رعاة، لا، ده قال لها مقدمة قبل كده، قال طوبى للمساكين بالروح، للودعاء، لأنقياء القلب، لصانع السلام، أهم دول الأنوار، دول الأنوار اللي بينيروا للعالم. يعني في الأول إدى نوعيات الناس وبعدين قال إن هذه النوعيات هي النور اللي يضيء للعالم. عايز تبقى نور للعالم تبقى من المساكين بالروح،
من الودعاء، من الأنقياء القلب، من صانع السلام، من المضطهدين لأجل البر، هم دول نور العالم، ودول اللي بيحملوا النور إلى العالم كله. الكنيسة في سفر الرؤيا شبهت بمنارة من ذهب، وقيل إن المسيح وسط 7 مناير من ذهب اللي هم 7 كنائس آسيا، وماسك في يمينه 7 كواكب اللي هم ملائكة الكنائس. يبقى الكنائس منيرة ورعاة الكنائس منيرون، دول نور ونور. ازاي استطيع ان اقول عبارة تشمل هذا المعنى، وهي الكنيسة نور وحاملة للنور. الكنيسة نور وحاملة ايه؟ للنور. يعني هي في حد ذاتها نور، وايضا بتحمل هذا النور الى العالم كله. وكل فرد مفروض يكون نور وحامل للنور للعالم كله. مدام حامل للنور يبقى مش ممكن يكون مستخبي. ما تفهمش انكار الذات غلط، يعني انكار الذات انك انت تخفي نورك يعني علشان ما تبانش، علشان ما تاخدش اجرك على الارض. هنا في حاجات نقدر نقولها في الموضوع ده. في انواع من النور لا يمكن ان تخفى، في انواع من النور لا يمكن ان تخفى. تقول لي طب اعمل ايه في كلام السيد المسيح بيقول احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس، وبيقول تصنع الصدقة في الخفاء، واللي بيعملها قصاد الناس يبقى اخد اجره على الارض، وكذلك تصلي في الخفاء وابوك الذي يرى في الخفاء يجازي علانية، وتصوم في الخفاء وتخبي. كيف نوفق بين فليضئ نوركم قدام الناس وبين تخفي فضائلك؟ ده سؤال، سؤال روحي جايز الناس يسألوه. اقول ان نمرة 1 ان في اشياء لا يمكن ان تخفى. ممكن ان تخفي الصدقة والصوم والصلاة عن الناس، لكن هل تستطيع ان تخفي امانتك؟ هل تستطيع أن تخفي صدقك؟ هل تستطيع أن تخفي شخصيتك القوية؟ هل تستطيع أن تخفي كل الفضائل التي فيك؟ هل تستطيع أن تخفي الكلمة الحلوة اللي أنت بتتكلمها التي لا عيب فيها ولا جرح لشعور الناس؟ تقول هخفي الوداعة بتاعتي، اخفي وداعتك وتواضعك زي ما انت عايز. هل تستطيع ان تخفي ملامحك الوديعة؟ هل تستطيع ان تخفي ابتسامتك الحلوة؟ هل تستطيع ان تخفي حسن معاملاتك للناس؟ هل تستطيع ان تخفي هدوءك؟ في حاجات مش ممكن تخفى. ازاي هندي واحد في السر فلوس لكن تستطيع انك تخفي كل فضائلك؟ مش ممكن. هل تستطيع انك انت تمتنع عن عمل الخير لكي تحيا في خفاء؟ مش ممكن. في اعمال انت بتعملها وما بيهمكش ان الناس يشوفوها وما يشوفوهاش. فانت مثلا بتروح الكنيسة كل اسبوع او اكتر وبتتناول، والناس بيشوفوك داخل الكنيسة وبيشوفوك بتتناول، تقول ما روحش وما تناولش احسن الناس يشوفوني يقولوا عليا ده راجل قديس بيروح الكنيسة وبيتناول؟ مش معقول ده بقى، وإلا هتعيش بقى في حياة بعيدة عن ربنا خالص. انا
انت تحاول بقدر امكانك انك انت تخفي اعمالك، لكن في اعمال لا تستطيع اطلاقا انك انت تخفيها، وفي اعمال انت تخفيها والله يظهرها لكي تكون نورا للعالم. الكنيسة جماعة مؤمنين، كل مؤمن منها نور، ومن مجموعة الأنوار تبدو الكنيسة مدينة منيرة. الكنيسة مدينة منيرة، عشان كده نجد هذا التشبيه موجود في سفر الرؤيا إصحاح 21، يقول وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها. الكنيسة كمدينة، مدينة منيرة، سواء في الأبدية أو دلوقتي. وبيقول والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيء فيها، لأن مجد الله قد أنارها والحمل هو سراجها. يعني المسيح هو اللي بينيرها، وده هنا المسيح كفرد أطلق عليه كلمة سراج. يبقى دي المنير، المدينة المقدسة. عايز انت تبقى سراج، تبقى نور، خليك في الفضائل اللي قال عليها المسيح والتي طوبها في أول العزة على الجبل، وانت بعد ذلك هتبقى نور. قصدت أو لم تقصد، أردت أو لم ترد، أظهرت أو لم تظهر. المدينة عمرها ما بتشير للناس وتقول لها تعالوا شوفوني، لكن مدام هي على جبل لازم هيشوفوها. السراج عمره ما يقول للناس تعالوا استنيروا بي، لكن مدام موجود على المنارة لابد هيضيء لكل من في البيت. خليك انت نور وهتجد ان ضياءك ينتشر لوحده. انت مش هتتكلم عن نفسك، لكن اعمالك هي اللي هتتكلم عليك. انت لا تتكلم عن نفسك، لكن اعمالك هي اللي هتتكلم عليك. وما دمت منير بالشكل ده ممكن تدخل المدينة المنيرة. اما لو كنت سالك في الظلمة مش ممكن هتبقى في المدينة المنيرة. بيقول لا يدخلها دنس ولا ما يصنع ركس. انت مدينة كائنة على جبل، تظل ترتفع في الروحيات لغاية لما تبقى جبل عالي، تنمو من شوية تراب لغاية لما تبقى حجر في مدينة الله، حجر في هيكل الله، وتنمو لغاية لما تبقى جبل عالي. وبعدين الكتاب يقول أساساته في الجبال المقدسة، هذه الجبال المقدسة اللي هي عالية وجميع الناس ينظرونها من كل مكان. لا يمكن أن تخفى مدينة. هناك قوة للشر، كل ما تلاقي مصباح تحطه في فوقه مكياج تغطيه، لكن الكتاب بيقول لا يمكن أن يخفى مصباح يحطه تحت مكياج. يعني مثلا شوفوا واحد زي بولس الرسول كان مصباح لعصره، يا ما أرادوا أنهم يقتلوه، يا ما جلدوه، يا ما ضربوه بالعصي، يا ما حاولوا أنهم يمنعوه، ما أمكنش أن النور يخفى، مستحيل. الرسل يا ما مسكوهم وجلدوهم ومنعوهم أنهم يتكلموا بهذا الاسم، لكن لم يخفى نورهم أبدا. وجم رؤساء الكهنة قالوا لهم أما أوصيناكم وصية انكم لا تنطقوا بهذا الاسم، وهو ذا قد ملأتم اورشليم بتعليمكم وتريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان. ملأتم اورشليم بتعليمكم، مع انهم حاولوا يخفوا النور، يحطوه تحت مكيال. ايه المكيال ده؟ يحطوه جوه السجون، يضبطوه في المقطرة في السجن الداخلي، يعملوا زي ما يعملوا. مش ممكن، لا يمكن ان تخفى مدينة كائنة على جبل. واحد زي اثناسيوس الرسولي كان مصباحا يضيء لعصره كله،
حاولوا انهم يخفوا هذا المصباح تحت مكيال، نفوه عن كرسيه 4 مرات واصدروا الامر الخامس. كان اثناسيوس كل حتة ينفوه ليها يضيء في الحتة اللي يروح ليها، يودوه المنفى يضيء في المنفى، يجيبوا مجامع تحكم عليه ويطردوه يعقد مجامع في الحتة الجديدة ويحالل المجمع الجديد، يحالل اثناسيوس من القديم. ما امكنش. الى ان ملأ الدنيا بتعليمه. قالوا له العالم ضدك. ويعني ضدي لا يكون مكيالا يوضع فوق المصباح، سيظل المصباح منيرا مهما حاول العالم ان يأتي بمكاييل كثيرة لاخفائه. لما ربنا يرسل واحد ويجعله نورا هيظل نور، لا يمكن ان يخفى تحت مكيال، ولا يمكن ان مدينة كائنة على جبل لا يراها الناس. ايه حكاية يخفى تحت مكيال دي؟ بتيجي من حسد الشياطين. انت نور بتنور، لكن الشيطان مش عاجبه انك انت تنور، يروح عامل لك يعني اي مؤامرة، اي دسيسة يضيع بها نورك، ينخب حواليك، يطلع لك اشاعة ضدك وحشة، يثير حواليك كلام، يمنعك، ما يديكش فرصة. شغلانة حسد الشياطين. والشيطان لما يحسد انسان على فضائله يثير اعوان الشياطين ضده عشان يهاجموه. اللي يهاجمه بحسد، اللي يهاجمه بغيرة، اللي يهاجمه نتيجة فهم خاطئ، اللي يفهمه نتيجة أذن تلقى إلى الشائعات، زي ما بيقول الشاعر أحمد شوقي: قد صادفوا أذنا صغواء لينة فأسمعوها الذي لم يسمعوا أحدا. ودن طرية لينة حط فيها كلام تمشي تمام. بيقول: أثر البهتان فيه وانطوى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. ناس كتير زي الببغاء عقلهم في أذنهم، يقول له عقلك فين؟ يقول لك نزل من فوق لتحت، دخل جوه الودان. مكيال، كلام الناس مكيال، إشاعات الناس مكيال، مكاييل. ناس نتيجة كراهية للملكوت يريدون أن يطفئوا أي مصباح موقد. ناس نور الخدام يكشفهم فيريدون أن يطفئوا نور الخدام حتى لا يكشفهم. حصل كده مع المسيح نفسه. كانت كرازة المسيح تكشف الكتبة والفريسيين، فأرادوا إخفاء هذا النور. ده قالوا للراجل المولود أعمى، قالوا له: ما تعرفش ان اللي شافك راجل خاطي؟ لا ده كلام. قال لهم: يا جماعة شوية عقل، عمرنا ما سمعنا ان راجل خاطي يدي النور لواحد مولود أعمى، الله ما يسمعش للخطاة دول. قال لهم: انت هتعلمنا؟ طردوه برا المذبح. راجل برضو المولود أعمى تحول الى مصباح منير لانه اضاء بنور المسيح، اقترب من نور المسيح فاستضاءه وراه، فابتدى يعلم الكاتب والفريسيين فطردوه خارج المجمع. يعني حطوا مكيال فوق راسه كده، يقولوا له: اتكبس كده، اتغطى، اسكت، ما تتكلمش. كتير بتحصل. ناس يغطوا مكيال واحد نتيجة حب الظهور مثلا، وشايفين ان ده يظهر فيظهروا هم. ياما محبة الذات كانت مكاييل تخفي ادوار. تلاقي خادم ناجح في حتة يحسدوا احد الخدام او احد الامناء او احد الكبار فيمنعوا، يمنعوا الخدمة، يمنعوا الكلام، او لان نوره بيعمل مقارنة بين حد وحد فيبقى لازم يخفى. ما هو في اسباب، في اسباب لاخفاء النور كثيرة جدا. الشر له حيل وله اساليب وله اسباب لاخفاء كل نور، لكن المسيح بيقول لا يمكن ان يخفى نور، مش ممكن. كلمة الله لا تقيد، كلمة الله لا تقيد.
يعني زي شعلة نار، تروح زقيقها من الحتة دي تشعل الحتة التانية، ترميها من الحتة التانية تشعل للتالتة، ما هي نار، هتفقدها طبيعتك نار، مش هتقدر. ففي أسباب كثيرة ووسائل كثيرة لمحاولة إخفاء النور، أو زي مثلا الصراع الطبيعي بين الخير والشر، بين الإيمان وعدم الإيمان، بين الحق والباطل، دايما في صراع، يحاول فيه الشر أن يخفي النور، ولكن المسيح بيطمئن المؤمنين بيقول لهم أنتم أنوار ولا يمكن أن يخفى هذا النور، اطمئنوا، كل ما حد يحط فوقيكوا مكيال أروح أنا شايل المكيال وأخلي الحالة عال وتمشي الحكاية تمام، ما تخافوش، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جنب. ده ساعات محاولة الإخفاء للنور مش هتبقى محاولة إخفاء، دي تصل إلى محاولة إطفاء مش إخفاء، زي القتل مثلا، يوحنا المعمدان كان سراج منير ونوره كان بيكشف هيرودس في أخطاء هيرودس وبيقول له لا يحل لك، فقال نرميه في السجن نقتله، المهم نتخلص من هذا النور، محاولة. لكن ظل نور يوحنا المعمدان يضيء حتى بعد أن قتل، وظلت عبارة يوحنا لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك تدوي في أذن هيرودس حتى بعد ما قتل يوحنا، كان بيخاف منه بعد ما مات، لدرجة لما ظهر المسيح افتكره هو يوحنا. تقول لي ده دليل على تقمص الأرواح، هيرودس ما كانش يفهم حاجة، ظن يوحنا لأنه ما بيفهمش، لأنه مؤمن بحاجات وثنية بتاع تقمص الأرواح. إيزابيل الملكة لما ظهر نور إيليا أرادت أن تخفيه فصممت تقتله فهرب إلي، تصوروا هرب إلي، يا إلي ده أنت نور ما تخافش يا حبيبي، ده أنت مدينة كائدة على جبل ولا يقدر واحد فيهم يعمل لك حاجة، لكن خاف إلي، وربنا قابله قال له مالك ها هنا يا إلي، ليه النور بتاعك دخل تحت مكيال؟ قال له قتلوا أنبياءك وهدموا هياكلك وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أنهم يقتلوني أنا راخ. طب معلش يا حبيبي أصلح لك الحكاية دي، لكن ما تخافش. تصور لما تكون قوة الظلمة تحاول أنها تخفي نور زي إيليا النبي، دي حاجة صعبة دي. الإمبراطورة أرادت أن تخفي نورا هو يوحنا ذهبي الفم كان بيكشفها ويبكتها، واستطاعت فيما بعد انها تنفيه وهو كان يعلم هذا. وكان بيقول يوحنا ذهبي الفم كان بيقول ان هيرودية ما زالت ترقص وتطلب رأس يوحنا على طبق، نفس الوضع، لكن جرى ايه؟ اتنفى يوحنا ذهبي الفم، لكن لم تنفى تعاليمه ولا كتبه ولا عظاته ولا نوره الذي أضاء المسكونة وما زال يضيء إلى يومنا هذا، فننتفع بأقواله بعد نياحته بحوالي 16 قرن من الزمان. نور جايز إخفاء النور يأتي بإهماله، عدم إعطائه فرصة للظهور، دي حصلت مع المسيح نفسه، كان يعيش وليس له أي صفة رسمية ولا أي جو رسمي، مفيش، لكنه بغير صفة رسمية كان يعمل لأنه كان نور لا بد أن يضيء، ما يهمش الوضع، ما يهمش الوظيفة، يهم الطبيعة إنها طبيعة منيرة. إحنا بعد كده نشوف العبارة لأهلها المسيح قال فليضئ نوركم قدام الناس، فليضئ نوركم، أمر للنور أن يضيء، شوفوا عبارة فليضئ نوركم معناها أمر للنور أن يضيء
وأمر لأعداء النور أن تفشل أساليبهم في إخفاء النور. فليضئ نوركم. أنا أعطيت هذا النور قوة أن يضيء. لا أنتم تستطيعوا تخفوه بإنكار الذات، ولا أعداؤكم يمكن أن يخفوه بكل محاولات الإخفاء. فليضئ نوركم قدام الناس ويرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. أنا عايز أقول في عبارة يرى الناس أعمالكم الحسنة ملاحظة بسيطة. قال يرى الناس، ما قالش يسمعوا. قال يرى الناس أعمالكم، ما قالش يسمعوا أقوالكم. لأن في ناس تسمع منهم كلام آخر سمن وعسل، وتشوف أعمالهم تلاقيها ملبكة مش نافع. ليه؟ ممكن واحد تقعد معاه كلام اتضاع عجيب، يقول لك أنا خاطي، أنا مسكين، أنا ما استاهلش حاجة، أنا أقل جميع الناس. ولو واحد قعد قال واحد قبله قال له أنت خاطي، تلاقيها حمر وسخن وتعب. طب ما أنت يا حبيبي قعد تذم نفسك وتقول أنا أكثر الناس خطية وأنا ما استاهلش. وأنا عشان كده قال يرى الناس أعمالكم، ما قالش يسمعوا أقوالكم. دايما أنا بقول العبارة دي لكثيرين من حولي، أقول لهم أنا أصدق عيني أكتر من وداني، أصدق عيني أكتر من وداني. الودان ياما تقول كلام والواحد ما يهموش الكلام، ولا سماع الكلام له قيمة ولا له تأثير، لكن المهم الواحد يشوف بنفسه. أصدق عيني أكتر من وداني. يرى الناس أعمالكم، يشوفوا بنفسهم. الكلام عن الفضيلة سهل، الكلام عن الفضيلة سهل. ده ممكن واحد يألف لك كتاب عن الوداعة وحياته ليست وديعة، يألف كتاب عن الصبر والاحتمال وهو ما يحتملش أي نقد لهذا الكتاب، واسمه كتاب عن الاحتمال. لكن المهم مش في الكلام. يرى الناس أعمالكم الحسنة. إذا كان كلامكم طيب خلي أعمالكم طيبة، لأن الكلام لوحده ما يكفيش. أعجبني قول لأحد الأدباء الروحيين، قال إيه؟ قال عجبي على أناس يحدثونك عن السحب وهم يتمرغون في الأوحال. ممكن واحد رائد في الوحلة يقول لك يا سلام السحب جميلة جدا، عايز واحد يسحبه من الطينة في الأول عشان يتكلم على السحب. واحد يقول لك أنا بحبك جدا، الأفضل ليك إنك ترى محبته في أعماله وفي معاملته بدل ما يكلمك عن الحب. افرض بيقول لك أنا بحبك وهو بيلخبط، يبقى حب منين ده؟ عشان كده معلمنا يوحنا القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى يقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. المحبة مش كلام، الدين مش كلام، الدين مش حفظ آيات، الدين مش عظات، الدين روح وحياة، روح وحياة. يرى الناس أعمالكم الحسنة. في أشخاص تلاقي هناك مسافة طويلة بين كلامهم وأعمالهم، مسافة طويلة. في ناس تلاقي فارق كبير بين العمل والعلم. في ناس تقف أعمالهم سدا منيعا أمام أقوالهم، لكن الرجل الحق أعماله زي أقواله وأقواله زي أعماله. أقواله تعبير عن أعماله، وأعماله دليل عملي على أقواله. مفيش تعارض، مفيش تعارض.
بعد كده نقول ان الناس يروا اعمالك، لكن فرق بين عبارة يرى الناس اعمالكم وبين انك انت تري الناس اعمالك. يعني هم بيروا مش انت اللي بتوريهم. ادي التوفيق بين الاخفاء والرؤية. الناس يروا اعمالك لكن انت ما بتوريهمش، انت ما بتتحدثي عن اعمالك ولا تشير الى اعمالك، هم بيروا، ربنا بيسمح لهم ان يروا. المطلوب منك انك تكون عندك نقاوة القلب، ما يكونش عندك رغبة في طلب المديح، ما يكونش عندك رغبة في عرض اعمالك على الناس. اما اذا جاءك المديح من حيث لا تدري او من حيث لا ترغب او من حيث لا تظهر ولا تتحدث، يبقى انت مش ملام في دي. هنا بقى المسيح لو قال يرى الناس اعمالكم الحسنة وسكت على كده، ربما الناس يتحدثوا عن المجد الباطل والفخر والحاجات دي. لكن المسيح قال ايه؟ قال يرى الناس اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم. يعني مش يروا اعمالكم ويمجدوكم، لا، يروا اعمالكم ويمجدوا اباكم. يبقى هنا نلخص التلات نقط دول قبل ما نمشي في حكاية يمجدوا اباكم. اول حاجة، هناك اعمال لا يمكن ان تخفى، مثل صفات الانسان الروحية ومثل حياته في الكنيسة، اشياء لا يمكن ان تخفى. ثانيا، ان الاعمال يراها الناس دون ان يتحدث هو عنها، ودون ان يكون هدفه هو ان الناس يشوفه. نمرة ثلاثة، يكون هدفه هو مجد الله. فانت تعمل من اجل مجد الله، لا تسعى ان يراك الناس، اعمالك بتتحدث عنك، انت لا تتحدث عنها، في صفات في شخصيتك لا يمكن ان تخفى، ادي اللي مطلوب. لكن ما يقعدش انسان يتشكك ويتوسوس ويقول الناس بيشوفوني بخدم لازم ابطل خدمة، الناس بيشوفوني بصلي لازم ابطل صلاة، الناس بيشوفوني بتناول لازم ابطل تناول. طب دي حكاية كويس، ده الشيطان يقدر يلعبوا بيها كويس قوي. قول له اوعى تصلي احسن الناس يشوفوك، اوعى تعمل خير احسن الناس يشوفوك، لغاية لما يوصلوا للبلاطة. طبعا الكلام ده مش مظبوط. المهم في الهدف، المهم ايه في الهدف؟ في اعمال تتحدث عن الانسان وهو صامت، ده اعمال الله بتتحدث عنه وهو صامت. الكتاب بيقول في المزمور 19، السماوات تتحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وربنا صامت لكن اعماله بتتكلم. وجايز انت اعمالك تتكلم وانت صامت، وأنت إيه؟ صامت. ولكنه صمت متكلم، صمت إيه؟ متكلم. أنت صامت والكلام طالع لوحده. يمجدوا أباكم الذي في السماوات. يا ريت يكون كل واحد هدفه من الحياة الروحية تمجيد الآب السماوي بمجد وهوان بسيط حسن بسيط رديء، لكن هدفه تمجيد الآب السماوي. يكفيك من أعمالك أن الله يراها، ولا يهمك أبدا رآها الناس أو لم يروها. في كلمة لطيفة قالها القديس مكاريوس الكبير، واحد قاله وقال له روح طلب نصيحة، قال له يا ابني روح امدح الموتى. فراح في المقابر وقال يا قديسين يا أبرار يا اللي جنب ربنا، حدش رد عليه. قال له طب روح ذم الموتى.
قال لهم يا ناس يلي فقدتوا الحياة، يلي لعندكم كلام، يلي أكلكوا الدود، ما حدش رد عليه. فالقديس مكاريوس قال له تبقى كده زي الموتى، لا ابتهجوا بالمديح ولا تضايقوا من الذم، فإن كنت انت مت عن العالم ما يهمكش، يمدحوك ما يمدحوكش، يزموك ما يزموكش، ما فرقتش. ده الإنسان اللي مات عن العالم بالظبط. لكن اللي يتعب قوي من كلمة مديح معناها من جوه في حاجة شغالة، لو يتعب من كلمة ذم في من جوه حاجة شغالة. لكن اللي مات على العالم، اللي زاهد في العالم، مديح زي ذم، لا جابت ولا عدت. ايه يعني؟ يمدحوا كتر خيرهم، يزموا جابوا لنا اكاليل كويسة، كشفوا لنا اخطائنا نتوب عنها، يعني ما جرش حاجة، ما فرقتش. أعمالك الناس يمجدوا الله عليها لأنه أعطاك هذه النعمة التي تعمل بها. إزاي ربنا جعلك في هذه الصورة اللي الناس معجبين بيها؟ هذا إذا كان كل أعمالك لمجد الله، وإذا كنت تختفي لكي يظهر الله، زي ما قال يوحنا المعمدان: ينبغي إن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. ازاي يزيد وانت انقص؟ يعني مثلا فرق كبير بين ان واحد يعوز منك حاجة تقول له اتفضل خد، وواحد تاني يعوز منك حاجة تقول له اتفضل ربنا بعت لك الحكاية دي. فرق بين الكلمتين، خد وربنا بعت لك، فرق بانك انت حليت مشكلة تقف وتقول احنا حلينا المشكلة ونشكر الله، وفرق بين انك تقول ربنا تدخل وحل المشكلة نشكر الله. التعبير مختلف. اللي عايز يمجد الله ما يظهرش ذاته، كل حاجة ينسبها لربنا. يبقى في الحالة اللي زي دي اعمالك الحسنة الناس يمجدوا الله عليها مش يمجدوك انت. فرق بين ان مريض نجحت ليه عملية فالامر يؤدي الى تمجيد الطبيب اللي عمل له العملية، او الطبيب يقول ده ربنا كان معانا في العملية بشكل كان ممكن تضيع خالص، لكن ربنا انقذ حياة هذا الانسان. فرق بين كلام. لازم الواحد يخلي اعماله الحسنة تقول الى مجد الله مش الى مجده هو. لكن اللي كل عمل حسن ياخد عليه مجد على الارض هيبقى ده بقى اللي استوفى اجره، يروح عند ربنا يقول له عايز مني ايه، يقول له ده انا عملت يا رب وعملت، يقول له اللي عملته دخلت عليه مديح، واللي عملته دخلت عليه مركز، واللي عملته دخلت عليه شكر من الناس، واللي عملته ده وكله اخدت اجرك عليه في الارض، جتني يعني حسابك خالص تمام، مالكش رصيد خالص. كمان الناس يمجدوا الله ازاي؟ بيمجدوا الله لانه هو اللي عمل فيك وهو اللي عمل بيك مش انت اللي عمل، ويمجدوا الله لانه هو اللي اداك القوة وهو اللي اداك النعمة مش انت، ويمجدوا الله بطريقة تالتة. ايه الطريقة التالتة؟ ان من اعمالك الصالحة الناس تجيلهم غير عايزين يعملوا زيك، فيسلكوا في الطريق الروحي لان عجبتهم حياتك، فلما يسلكوا في الطريق الروحي ينمو ملكوت الله ويقول الامر الى مجد الله مش الى مجدك انت. المسيح بيقول ايه؟ لكي يرى الناس اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. هنا ما قالش يمجدوا الله، قال لهم يمجدوا اباكم الذي في السماوات، ودي نقطة لطيفة قوي في العظة اللي على الجبل. دايما يتكلم على الأب والسماء، بيقود الناس إلى السماء وملكوت السماوات وإلى الأب السماوي. صحيح كلمة أب كانت معروفة في العهد القديم بطريقة بسيطة خالص، ليها أمثلة بسيطة خالص، لكن السيد المسيح ركز على إن الله هو الأب
وركز على انه الاب السماوي، وركز على انه يشغل افكار الناس بالسماء مش بالارض. شوفوا في العزة على جبل مثلا يقول ايه، طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. من اول العزة على الجبل ويتكلم على ملكوت السماوات، وبعدين يتكلم على المضطهدين من اجل البر، يقول لهم افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات. برضو بيركز افكار الناس في السماوات، لان اليهود في ذلك الحين كانوا بيبحثوا عن مملكة ارضية، والمسيح عايز يغير التفكير من المملكة الارضية الى مملكة السماء. يقول لهم اما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. برضو نفس الوضع، بيركز الناس في حكاية الملك السماوي. ويجي مثلا يقول لهم كونوا انتم كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. برضو يجيب سيرة السماوات ويجيب سيرة الاب. لما يتكلم عن الاعمال في الخفاء يقول ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. برضو يشدد على كلمة الاب. يعلمهم الصلاة يقول لهم قولوا ابانا الذي في السماوات. برضو الاب والسماء. يتكلمهم عن المغفرة للناس يقول لهم ان غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم ابوكم السماوي. برضو السماء والاب، عبارتين مركزتين جدا في العزة على الجبل، نراهم في كل حين. يكلمهم عن الايمان وان الواحد لا يهتم بما للغد ولا بما يأكل ويشرب، يقول لهم طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماوي يقودها. برضو يتكلم عن الاب السماوي. يقول لهم ما تقعدوش تطلبوا الامور الارضية فان هذه كلها تطلبها الامم، لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. عبارة مشهورة كده في العزة على الجبل، الابوة والسماء. وبهذا تكون العزة على الجبل عربون للكلام عن ملكوت، او باكورة للكلام عن ملكوت السماوات فيما بعد. كلام كتير يقول السمي إذ المسيح عن ملكوت السماوات ويشبه كذا وكذا. يقول لهم بالحري ابوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. نكتفي بكده، اتفضلوا نصلي.